السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي طبخ سهل مع سناء. اليوم ان شاء الله وصفتنا عباره عن تحليه، ولكن ماشي اي تحليه. هذه التحليه غتكون بمكون اللي هو عجيب، اللي هو السفة. كيف ما كتعرفوا بالنسبه للسفة معتادين كنحضروها يا اما سفة مدفونه ولا سفة كنقدموها مع السكر كلاصي والمكسرات. اليوم ان شاء الله غادي نحضروا السفة بشكل اللي هو جديد، تحليه اللي كتجي رائعه رائعه بزاف. ما تستغربوش البنات على السفة هكا في التحليات كيف ما انا استغربت في الاول، ولكن بعد ما جربتها ودقتها جات بالمذاق رائعه رائعه بزاف. كتجي معلكه من الداخل والمكونات ديالها بسيطه بزاف ومتوفره في عندنا في كل بيت. اما بالنسبه للطريقه ديالها، طريقه اللي هي سهله سهله بزاف وما كتاخذش منها وقت. نتمنى ان شاء الله انكم تتابعوا الفيديو حتى الاخر باش تعرفوا على المكونات وطريقه تحضير هذه التحليه ان شاء الله. وكنتمنى تعجبكم، ولا عجبتكم كيف العاده ما تنساوش تخليوا لي البصيمه والاشتراك في القناه وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. وما نطولش عليكم، دوزوا شوفوا المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات كنحتاج 250 غرام ديال الشعريه السفة، كنحتاج 3 ديال الحبات ديال البيض، كاس الا ربع ديال السكر سنيده، معلقه كبيره ديال النشا عامره مزيان، 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت، وجوج صاشيات ديال لافاني باش غادي نسم. دوزو نشوفو الطريقه. كناخذ كاسرونه وكندير فيها 3 ديال المعالق كبار ديال الزيت، معلقه اللي هما كبار مزيان، وكناخذ هاد الكاسرونه هذه وكنديرها فوق عافيه حتى كتسخن مزيان الزيت. من بعد ما سخنات الزيت كنضيف عليها الكميه ديال الصفا وكنبقى نقلبها مزيان بمعلقه ديال الخشب حتى كتلبس كل شعره ديال الصفا بالزيت، وكنبقى مستمره بهذا الشكل حتى كتحمر مزيان هاد الشعريه السفة، كتغير اللون ديالها وكيرجع اللون محمر مزيان. غنبقى مستمره بهذا الشكل حتى تحمر مزيان ونرجع نكمل معكم الطريقه. من بعد ما تحمرت الشعريه السفة هذا هو الشكل ديالها. غادي نخليها جنب كذا تزيد تبرد، وغادي ندوز نحضر الخليط اللي غادي ندير ليها. كناخذ اناء واحد اخر اللي نقي وكندير فيه البيض، وغادي نضيف على البيض جوج ديال الساشيات ديال الفاني، غادي نضيف كاس لا روب ديال السكر سنيده. بالنسبه للسكر كيبقى على حسب الذوق، ممكن تضيفوا اكثر الا كتبغوا الحلاوه بزاف. غادي نضيف معلقه كبيره ديال النشا عامره مزيان، وغادي نخلط مزيان هاد المكونات بالدراب اليدوي حتى كيدمجوا مع بعض. صافي، من بعد ما كيتخلطوا المكونات مع بعض كنضيف نصف لتر ديال الحليب. سمحوا لي ما ذكرتش الحليب مع المكونات من الاول. كنضيفو كنخلطو مزيان بالدراب اليدوي حتى كيندمج مع الخليط. صافي، هنا بعد ما خلطت مزيان الحليب مع المكونات كنخليه جنب، وكناخذ اناء واحد اخر وكنفرغ فيه الكميه كامله ديال الشعريه السفة اللي حمرت معكم من الاول. من بعد ما بردات ضروري البنات تخليوها حتى تبرد مزيان عاد تضيفوا ليها الخليط باش ملي تطيب من بعد ما تجيكمش معجنه. صافي، هنا بعد ما فرغتها في الاناء غادي نضيف عليها الخليط ديال البيض والحليب اللي خلطت من قبل. وغادي نخلطها مزيان بالدراب اليدوي حتى كتندمج مع الحليب.
من بعد ما خلطت الخليط ديال الصفه بالخليط ديال الحليب والبيض، كناخذ مول ديال الزاج وكندهنوه بشويه ديال الزبده وكنفرغ فيه الخليط ديال الصفه مع المكونات كامله. من بعد ما كنفرغه كنحاول انني نسوي السطح ديالو ما يبقاش جهه طالعه على جهه، والكميه كامله تغطى بالخليط ديال البيض والحليب. بالنسبه للقياس ديال المول غنخلي لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. صافي، بعد ما قديت المول مزيان كندخلو الفران، انا مسخناه شويه من قبل لان غير من تحت منو حتى كنشوف انا راه تحمر وشد راسو مزيان ونشف داك الخليط ديال البيض والحليب. كندخل فيه واحد الكيغدون كنلقاه بان راه نشف، عاد كنشعل عليه شويه من الفوق باش يتحمر ليه الوجه ديالو وكنخرجو. تقريبا كياخذ في الوقت ما بين نص ساعه حتى 45 دقيقه. صافي، هنا من بعد ما طابت ونشفات مزيان دخلت فيها واحد الكيغدون قطعه ناشفه، شعلت عليها شويه من الفوق باش تحمر ليها الوجه وخرجتها. هذا هو الشكل ديالها. غادي نخليها جنب تزيد تبرد وغادي ندوز نوجد السيرو باش غادي نسقيها، لان السيرو غادي يكون سخون خاصها هي تكون بارده، والا كان السيرو بارد خاص تكون هي سخونه. بالنسبه للمكونات السيرو كنحتاج كاس ديال الماء ديال العنب، نصف كاس ديال السكر سنيده، وجوج معالق كبار ديال المربى ديال الفريز. من الاحسن اللي كنتوفر لكم ديال البرتقال استعملوه، خصوصا كان الخاص بالحلويات داك السائل هنا ما توفرليش. انا من بعد ما غادي نحضر السيرو غادي نصفيه من دوك الحبيبات ديال الفريز. بالنسبه للطريقه كناخذ كاسرونه وكندير فيها الكاس ديال الماء، كنضيف عليه السكر سنيده وكنضيف جوج معالق ديال المربى. نخلط مزيان هاد المكونات حتى كيتخلطوا مع بعضياتهم، وغادي نديرهم فوق عافيه حتى نحصل على سيرو. صافي، هنا بعد ما طفيت على السيرو هذا هو القوام ديالو، غادي نخليه جنب وغادي نرجع للتحليه ديال السفه. من بعد ما بردات مزيان غادي نثقبها مزيان بكوردون، ضروري تثقبوها مزيان باش تشرب السيرو مزيان. غادي نثقبها مزيان وغادي نسقيها بهذه الكميه كامله ديال السيرو حتى تشربها مزيان. غنبقى مستمره على هذا الشكل تنسقيها ان شاء الله ونرجع نكمل معكم التزيين. صافي، هنايا بعد ما سقيتها مزيان خليتها تشربت مزيان هذاك السيرو دخل فيها مزيان، غادي ندوز باش غادي نزينها. بالنسبه للتزيين البنات يبقى دائما على حسب الاختيار ديالكم باش بغيتوا تزينوها، ممكن انكم تزينوها باش بغيتوا الكوك اللوز من داكشي اللي عندكم. انا هنا زينتها غير بشويه ديال الكوك، عفوا بالكاوكاو مهرمش، غنرشو عليها هكا من الفوق، وهكا غادي تكون التحليه ديال هذا النهار هذا ان شاء الله. اتمنى انكم تعجبكم. غادي نكملي هذا الزين وغنقطع لكم طريف تشوفوا كيفاش كتجي من الداخل. وهذا هو الشكل ديالها البنات من داخل، كيف ما كتشوفوا معايا راه كتجي غزاله بزاف وسهله وبسيطه. غادي تستغربوا على هكا الشعريه السفه في التحليات، وكاينه كذلك في الكيكات كتجي زوينه بزاف. نتمنى ان شاء الله ان هاد التحليه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها ان شاء الله، كتجي معلكه معلكه من الداخل، ما تبان لكمش بان راه الشعريه اللي في التحليه. نتمنى ان شاء الله غير تجربوها وتردوا لي في التعليقات. وهكا غادي نكون كملت معكم هذا الفيديو ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله الوصفات تنال اعجابكم، ولا عجبتكم ما تنساوش تخليو لي البصيمه الزوينه ديالكم، الاشتراك كيف العاده في القناه الى عجبتكم، مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. الى اللقاء فيديو اخر ان شاء الله، مع السلامه وخليت لكم الراحه.